أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في قصة جديدة، في سلافة جديدة، في موقع جديد، في كل شيء جديد. في جديد، وانت زي ما تعودتوا علينا كل مرة عندنا قصة جديدة وكل مرة عندنا سلافة جديدة. احنا ما عندنا يعني السلافة لا بنعيدها ولا بنزيد فيها، كل مرة في عندنا قصة جديدة. اليوم احنا في موقع اخوان من أخطر المواقع اللي صراحة أنا يعني بتخوف صراحة. مش شغل انه ينشغل عليها. ضحت راح نشوف مع بعض يا اخوان اشارة حلوة لكن جدا خطرة، من اخطر الاشارات ماشي، واخطرها بالشغل. يعني مش اخطرها انها هي خطيرة، لا هي مش اشارة خطيرة لكن اخطرها بالشغل. راح نشوف الاشارة مع بعض، انتظروا عشان نشوفها مع بعض وان شاء الله امورنا تمام. هاي الاشارة الخطيرة يا اخوان، جدا خطيرة ماشي. هسه تقولوا لي إيه؟ شو خطيره ما خطيره؟ جرن قفل تمام، واحنا مشكلتنا مش بجرن القفل. هسه راح تعرفوا مشكلتنا ايش هي بالضبط ماشي. اعذرونا على صوت الهواء. هذا الجرن ايوه بداخله جرن بسيط تمام، معاه توجيه عكسي، معاه القفل تبعه، تسكير القفل كامل من الالف الى الياء. جاي معاه جرنين ثلاث أربع خمسة ست جرون، وجرون في الوسط معاه سيار توجيه عكسي. البصمة وين جاية؟ جاية هون، هاي البصمة مع توجيه الجرون الداخلي، مع توجيه الجرون الداخلي. طب شو فيها خطير يا حوراني؟ يعني انت بتجاوب تقول لنا خطير خطير خطيرة خطيرة وما بتنشغل، ايش ويعني من اخطر الاشارات اللي ممكن نلاقيها ومش عارف ايش. هو جرن قفل جواته ست جرون، يعني في ست قبور ممكن يكون المهمات، وفي توجيه وتثبيت عكسي تمام. طب هسه الان اخذ عكسي، ما بقدرش اثبت على الجرن نفسه، ما بقدر اثبت، لازم اخذ العكس، عكس الاتجاه ماشي. طيب عكس الاتجاه مع ايش جاي؟ مع ميلان الارض، الارض مايله هيك، هو جاي مع ميلان الارض. اذا الشغل وين راح يكون؟ بالعكس، حتى لو كان القفل بالاتجاه ثاني ماشي، هو هذا القفل لازم يكون عكس، يعني لازم يكون الجرن هون والقفل في المنطقة هاي، لكن هو جاي عكسي. وضحت؟ جرن بسيط، جرن قفل بسيط مع الست جرون الثانية تمام. طبعا حتى احنا بنقدر نتفرج على الصخرة اللي جنبه، راح نلاقي جرن ثاني تثبيت مع سيال باتجاه جرن ثاني، يعني هاي جرن، هاي السيال، وهاي جرن ثاني. ويس جرن تمويهي، بسموه جرن مراي، جرن تمويهي، ما بوديكوا على اشي. وضحت؟ طيب شو الخطير في هاي الاشارة؟ ليش هاي الاشارة خطيرة؟ شوف يا اخوان هاي الإشارة، هاي المدخل، شايفين الإشارة وين؟ هاي شفتوها؟ وهاي المدخل، شوف المدخل مع بعض. شو رأيكم؟ طبعا تقولوا جرافة مش جرافة، ما في شيء، فيش آلية بتقدر تنزل لهون، ما في آلية يا إخوان تمام. الإشي الوحيد اللي ممكن ينزل لهون تراكتور، لكن آلية تنزل لهون ما في. وضحت؟ طيب نشوف مع بعض حجم الصخرة قديش. طبعا هي شايفين الإشارة، هي هون ماشي، طلع المصيدة الأولى، مصيدة ثانية، مصيدة ثالثة، مصيدة رابعة، ووقعت. هاي وقعت المصيدة، كانت واقفة هاي ووقعت، واضحة؟ طبعا هذا كان هاي الصخرة كانت واقفة وقوف، لما وقعت المصيدة هاي الصخرة نامت على هاي وعلى هاي تمام. جرن فوق الصخرة هاي. طيب نجيبها من بعيد عشان نشوف مدى الخطورة، ويديروا بالهم العالم اللي بتبحث، يديروا بالهم شوف قديش مدى الخطورة تبعتها. شوفوا المدخل، مدخل جوا، لكن شوفوا قديش خطرة. راح نخش بيناتهم، راح ندخل بيناتهم نشوف ايش في جوا. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
هاي المدخل، هذا المدخل يا اخوان، وضحت؟ مدخل من جوا، هذا رصف حجار، هذا رصف حجار، مدخل هيك ونزول لتحت عشان يدخل تحت الصفاء. طب في حالة انه اخطأ بحجر، تمام؟ شوف الحجر هذا ايش واقف، وهذا الحجر ايش واقف. لو اخطأ بحجر واحد او حفر هون شال الحجار اللي واقف عليهم الصخرة هاي، يعني في حجار هون واقفات تحت الصخرة بالضبط. دقيقة، انا صراحة من منظرها مخيف، خايف ادخل جواتها. ها بسم الله الرحمن الرحيم، ترى اخوان الصخرة على ايش واقفة، شو رايكم؟ يعني لو حررت شوي بس من هذا، حررت منه شوي صار واقفة 1000 سنة. لو شلت هذا الحجر، هذا بوقع بتهز بنزل لتحت بوقع الدنيا، وقصة لها اول ما لها اخر. وضحت؟ قصة لها اول ما لها اخر. خلينا اطلع منها اورجيكم الحجر الكبير اللي عليه الاشارة، هذا الحجر اللي عليه الاشارة على ايش واقف. طلع ايش واقف، يلا شايفين ايش واقف يا اخوان على هذا الحجر. طيب لو قلنا هنا بوابة لا تودي وين، بدها تودي للاعلى، دائما مع الميلان تمشي عكس الميلان راح تودي للاعلى، يعني منطقة الفحص بدها تكون هون، تمام؟ بكل الاحوال. طب لو قلنا المدخل من تحت الصخرة بدناش ندخله، ندخله من برا الصخرة، يجي هون اكيد هاي حمزة صخرت، تمام؟ شايفين اشارة لجف؟ لكن صخرت مسكرة، ليش؟ لانه البوابة من تحت اصلا مع المصيبة هاي، مع الفحص ببين عندك الفراغ ببلش من وين، يعني هاي لما انفحصت فراغها بلش من المكان هذا. اذا في مدخل من عندي من هون من وراء لجف، من عند الصخرة لجف عشان ادخل باتجاه هذا المكان او باتجاه الفراغ. طيب نفحصها هيك سريع سريع، نشوفها في الفحص ايش بدها تسوي، نشوفها مع بعض عشان نعرف وين مكان الشغل. طبعا هاي لو بدها تنشغل ما تنشغل من تحت الصخرة، لانه صراحة اشي خطر جدا، خطر يعني مش سهل. طلع مش سهل يا اخوان، مصايد فوق بعض والله ما هو سهل. يعني لو وقع الحجر هذا اللي تحت الهاي بنزل هذا بنزل هذا بنزل هذا، بكبس على العالم، بتضلها محشرين جوا ما بيطلعوش. تمام نفحصها سريعا، خلي هاي هون، تمام نفحصها سريعا، خلي المكان هذا بخليه على يميني، ما بروحش باتجاهه دغري، بخليه على يميني بروح باتجاه معاكس. بسم الله الرحمن الرحيم. على مصيدة زي هاي لازم يكون في دفين، هاي اعطاني عكس، على مصيدة زي هاي اللي احنا شفناها لازم يكون في دفين. الان اعطاني توجيه، راح ارجع اوجه كمان مرة. اعطاني تربيعة بربعها، بطلع عندي مكان هدف، ماشي؟ يعني هو هاي الفكرة تبعت الفيديو على المصيدة مش على الهدف، لكن احنا قلنا نتأكد منها، نشوف على ايش حاطين هالمصيدة هاي الكبيرة العظيمة هاي. تمام سوينا فراغ، نمشي مع الفراغ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، فراغها بسكر هون مع الصخرة تقريبا. الفراغ الثاني عكس اتجاهه، سكر معنا هون في المنطقة هاي. طيب نشوف الفراغ باتجاه البوابة ايش بيسوي، بس الفراغ باتجاه البوابة بديش اعرف قديش حجمها او قديش عرضها. اي عندي الهدف هون، ماشي، بدي اروح باتجاه البوابة اشوف وين بده يسكر معي، تمام؟ هاي محل ما حكيت لكم التسكيرة هون. اذا في عندي بوابة،
راح يكون في بوابة هون في المكان هذا، وتسكيرة البوابة من هون. إذا بخلص بشتغل من هون وخلي الأحجار وقعين فوق بعض، مش بيناتنا ماشي. راح يكون الشغل هون نزول ماشي، لأن الميلان الصخرة عالي، فنزول مترين مترين ونص ثلاثة بالكثير، وبتروح باتجاه الصخرة بيكون عندك الفراغ، صرت تعرف المعدن وين، وصرت تعرف الدفين وين، تمام. فكان صار أسهل عليك حتى تعرف مكان الحفر، تمام، تعرف مكان الحفر. لأنه إذا جيت حفرت من المنطقة هاي ورطت نفسك، ورطت اللي معك بحفرية ممكن تؤدي لهلاكهم، يعني ممكن تؤدي لموت صراحة. مش سهل الحفر في منطقة زي هاي صراحة، مش سهل. وزن الحجر فوق 10 طن، هذا وزنه بجوز 4 طن، وهذا نفس العملية، هذا بجوز 10 طن. تروح انت واللي معك على التهلكة، شايفينها احجار صغيرة، فك حجر بقع كل الاحجار. مش سهل يا اخوان، مش كل ما اقول والله بدنا نحفر يلا اعقل وتوكل. اعرف حالك بتحفر صح ولا غلط، اعرف حالك وين بتحفر قاعد، تمام. والله لو فيها كنوز من عارف مين يعني. ما دخلت لها هاي، طلع خطرة بغض النظر عن الإشارة، إشارة حلوة ماشي، لكن موضوعة في مكان غريب عجيب، مكان غريب صراحة يعني. طلع حجم الحجر هاي، حاطين لك وجه هون حرام. طلع واقف على الحجر هذا، على هذا الحجر واقف، شايفينه؟ شو كيف عاملينها، كيف مسوينها تسألونيش، ما أنا مش عارف صراحة، لأني أنا مش عارف كيف عملوها صراحة. على كل أحوال إخوان، إحنا بدنا تديروا بالكم، بدناش مش مزحة السلافة ومش إشي صح الواحد، بس المهم إنه يحفر وخلصنا، وهاي وهو عرض حاله للخطر وعرض اللي معاه للخطر، هذا إشي غلط يا إخوان، تمام. مرات أنا باجي بقول لما بشوف موقع زي هيك مثلا طالع أفحصه، باجي بقول لصاحب الموقع هذا فيش فيه شيء، تمام، عشان بس أحفظ حياتهم، بديش شيء ثاني. لأنه إذا دقيقة، عشان بس أحفظ حياتهم، لأنه إذا اشتغلوها فعليا راح يموتوا يا إخوان، تمام، لأنه إشي خطر، ونبعد عن الخطر ونغني له صراحة. طبعا زي الدفان التركية هيك، كانوا حاطين الدفين جوا الشجرة يا اخوان، هاي جوا الشجرة شوفوا، وجوف هون في شيء، هون في المنطقة شايفينها. حلوة، مبينة قص مدفني، هاي مبينة قص مدفني، والله العظيم شو قصة المحل اليوم. طيب اخوان، طلع مختارها من بعيد مبينة. طلع يا اخوان، عرفنا حذر الحذر الحذر، مش مزحة سلافة، شغلة مش بس بحش ويلا وخلصونا ويلا بدنا نلاقي ذهب. اعقل وتوكل وديروا بالكم يا اخوان، شكل زي هذا الشكل خطر جدا جدا، بغض النظر عن الإشارة اللي موجودة، خطر جدا جدا. وما بنشغل هذا بالإيد، هذا مفروض جرافة تيجي تشتغله تهد هذا كله بعدين بنشتغله فيه. نشكر الجميع على المتابعة، إن شاء الله في حلقات جديدة، في يوم جديد، في قصة جديدة، في سلافة جديدة. اخوان الأسياخ، هي الأرقام موجودة في الرابط ماشي، للي بده الأسياخ من الأردن السيد أحمد كافة أنحاء العالم، ومن سوريا ولبنان السيد أبو علاء، ومن فلسطين السيد عيسى، بس فقط لا غير، هذول الموجودين. ما إناش على الفيسبوك ولا إن على الأمور هاي، بس على الأرقام والسب الموجودة. اللي ما حطش لايك يحط لايك يا أخوان، مش مشترك في القناة اشترك في القناة، فعل جرس الحلقات السابقة والحلقات الجاية. نشكر الجميع على المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم.